الهدف من هذه الندوات هو الاقتراب أكثر فأكثر حتى نتمكن من بداية مناقشة مشروع مجلة المياه بأكثر عمق، ويؤخذ بعين الاعتبار في خيارنا في مناقشة الفصول لتحويرها أو تعديلها أو ربما إلغاء بعض الفصول وإضافة بعض الفصول الأخرى حتى نكون أكثر واقعية. وبالتالي مشينا في تمشي نؤسس فيه إلى عمل تشاركي نشارك فيه المجتمع المدني، نشارك فيه الخبراء اللي موجودين في الجهات وفي الأقاليم كما قلت، حتى تكون مجلة بالفعل نابعة عن عمل تشاركي حقيقي. المجلة هذه جات في وضع صعيب، وضع حرج، وضع موارد حرجة، وضع معناها بيئي حرج، وضع نقولاني معناها بوليتيك حرج، وضع معناها سوسيال حرج. الوضع البيئي لتونس من ناحية هشاشة الأنظمة البيئية، من ناحية التلوث، من ناحية المياه الغير معالجة اللي هي ملقاة في الملك العمومي للمياه، يعني متطلبات التونسي من ناحية حقه في النفاذ، معناتها الحقه في الماء، حقه في الماء. فما التونسي اللي يعرف معناها يفهم حقه في الماء اللي هو الماء صالح للشرب، واحد آخر يقول لك حقي في الماء في الفلاح، على خاطر نعرفوا اللي من غير ماء ما نجموش ننجو. مع هذا الكل فما تدهور معناها الموارد المائية خاصة الجوفية من ناحية الاستغلال المفرط والعشوائي. يعني المجلة هذه جات في وضع أول حاجة لازمها تعملها هي تطهير السيتواسيون هذه اللي إحنا موجودين فيها. مجلة المياه هي الإطار القانوني اللي ينظم قطاع المياه في تونس، وإحنا قمنا بالدراسة هذه مع تزامن دراسة مجلس النواب للنسخة النهائية لمشروع مجلة المياه. تلقاو هوني دونك العديد من المقترحات لتعديل بعض الفصول، هذه يعني يهم بطبيعة النواب اللي هم بصدد دراسة النسخة الحالية، وكيف كيف المواطنين الكل، لأن هذه مسألة حياتية وتهم يعني الجيل الحالي كيف ما تهم زادة الجيل القادم.